ولا زلنا مستمرين من احتفالات اكتوبر، وكان لنا شرف اللقاء العظيم مع سيادة اللواء مصطفى سعد عبيه. اهلا بحضرتك يا فندم، ومنور دايما كل الاحتفالات اللي بنشوفها اللي بتتعمل في اكتوبر. فعايزين يعني الاحتفالات دي بيبقى لها دورها ايه لروح اكتوبر واللي هيستحضر اكتوبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وشعب مصر طيب، كل سنه وجيش مصر العظيم طيب وبخير، كل سنه وشعب وجيش مصر تملي في العالي، تملي كده مشرفنا ومنورنا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب. بالنسبه للاحتفاليات، الاحتفاليات دي ليها مردود كبير جدا مهما مرت السنين، مهما مرت السنين، شو بقولها لتالت مرة، مهما مرت السنين هيفضل ذكرى انتصارات اكتوبر هي السبب في وجودنا دلوقتي، هي السبب في اللي مصر فيه دلوقتي، هي السبب في اللي الدول العربية فيه دلوقتي، هي السبب في خلق نوع من الحروب غير المواجهة بالجيوش وبعضيها، هي السبب في ان العدو الاسرائيلي والصهاينة كما ذكر في بروتوكولات صهيون ان هم بدأوا يعملوا حروب من الجيل الرابع والخامس، لان لقوا ان هم ما قدروش يصمدوا قدام الجيش المصري، فكان نقطة تحول في السياسة والاستراتيجية عفوا لكل الدول، وعلى رأسهم طبعا اسرائيل، وعلى رأسهم كل من هو صهيوني، وخلقوا حروب الجيل الرابع دي بتخلي الدول تحارب من بعضها جوه، المسلم يحارب المسيحي، والمسلم يحارب الشيعي، والمسلم جوه بعضهم يحاربوا بعضهم، خلقت نوع من الحروب من نوع جديد جدا، وده اللي احنا شفناه في ثورات الربيع العربي. الحاجة التانية برضو اللي عايزين نقولها ان احنا في حرب اكتوبر كانت ملحمة بين الجيش والشعب. طبعا احنا لو قعدنا نتكلم على يعني ما تم انجازه، مش في الجيش وهو بيحارب، ما تم انجازه لكي ينتصر الجيش، هنلاقي ان كانت ملحمة ما بين الشعب والجيش، ملحمة ادت الى انتصار اكتوبر. الظروف المحيطة بينا دلوقتي خصوصا السنة دي، الصراع اللي احنا شايفينه، محاولات اسرائيل ان هي عماله بتضرب في فلسطين وبتضرب في لبنان وشويه في سوريا، وبتخلق مشاكل مع ايران، ولتحقيق الهدف بتاعها، لتحقيق حلمها، لتحقيق الحلم اللي هو من النيل الى الفرات، كل اللي بيعملوه ده ان هم عايزين يهجروا الشعب الفلسطيني من الشمال الى الجنوب عشان يضغطوا مع بتوع الجنوب ويخشوا على سيناء، وده مش هيحصل. فلازم الاحتفالات دي بتعمل تنمية وبنذكر الحقائق فيها، والابطال اللي موجودين وعصر اكتوبر بيذكروا الحقائق وبيتكرموا، لان مهما كرموا على مر السنين لن يكفيهم تكريم. فيعني مطلوب، لان فترة من الفترات، فترة قبل 30 يونيو، ففترة الإخوان، كانوا بيحاولوا بعض المدرسين الغير أمناء إن هم يبينوا إن الجيش المصري ما انتصرش في حرب أكتوبر، ويعني بيذكروا حق يعني حاجات ما هياش ليست بحقيقة. فلازم نذكر حقائق انتصارات أكتوبر، وإزاي قدرنا ننتصر في حرب أكتوبر، علشان الأولاد والأحفاد، علشان حاجة واحدة بس، علموا أولادكم التاريخ، علموا أولادكم التاريخ. يعني أستنتج من حضرتك إن هو لرفع الوعي وثقافة المواطن لروح أكتوبر. أنا عارف إن حضرتك مش رفع الوعي بقى، ده إحنا لازم باستمرار نذكر بعضنا بحرب أكتوبر، ولأن دي بتبين عظمة الجيش المصري وبتبين عظمة مصر كلها. سعيد جدا بهذا اللقاء، يعني جزء صغير من رسائل تحب ان هي توصل للشباب. يعني عارف ان حضرتك قلت كلمه جميله، وكان فيها رسائل جميله، ويا ريت الشباب توصل له، انا هحاول اوصلها، بس انا عايز جزء صغير برضه ننهي بيه الكلمه مع حضرتك. الرسائل اللي مش انا بقولها، اللي الجيش والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش قالها في احتفاليات تخرج القيادات العسكريه، وفي اللي هو يعني كان في حاجه اسمها تفتيش حرب وحضرها السيد الرئيس،
دي كانت جواها رسائل ليس للشعب المصري بس. الرسالة الأولى للشعب المصري ولا شباب مصر من هذه الاحتفاليات، اطمئنوا، دي أول حاجة أنا قلتها لو أنت خدت بالك قلتها للناس، اطمئنوا، ناموا مطمئنين، طول ما في حاجة اسمها جيش مصر فكل مصر تنام مطمئنة. الرسائل اللي موجودة، اتفرجوا على العرض تاني إن أمكن تتفرجوا عليه، هتشوفوا الرسائل اللي وصلت لليهود ووصلت للعدو الإسرائيلي ولكل من يفكر إن هو يعادي مصر. لا يمكن هتمسه لا ذرة رمل ولا ذرة هوى من هوى مصر. أنا بشكر حضرتك وأكيد لنا لقاء إن شاء الله، يعني تشرفنا طبعا في مرة كده خطوة، بس شكرا جدا يا فندم. إن شاء الله بإذن الله.